مشاهدينا الكرام، اهلا ومرحبا بكم مجددا في هذا المباشر من مدينه الدار البيضاء، بالضبط من قلب مقهى شعبي وجنين فولو المغاربه. كالعاده قبل ساعات من المباراه التاريخيه خارج معنا ضد منتخب كرواتي ولتحديد المركز الثالث والرابع، جنين فولو الناس واش غنتفرجوا بنفس الحماس اللي في الماتشات الاخرين، وشو توقعاتهم قبل ساعات قليله من المباراه بين المغرب وكرواتيا؟ اولا السلام عليكم. وعليكم السلام. كنشوف اليوم انا كنظن بان بنفس الحماس بنفس الهزيمه، لان مقابله مهمه. المركز الثالث راه ماشي بالهين، المركز الثالث عالميا راه شي حاجه كبيره بزاف، وكنتمنى القهاوي غيكونوا ان شاء الله عامرين، لان كاع الاصدقاء بنفس الحماس وبنفس الروح الوطنيه وبنفس التشجيعات وبالرايات ان شاء الله، وغادي يشجعهم. ومن دابا راه كاع الاصدقاء ديالي سبحان الله اللي كنتفرج معاهم راه كلهم غنكونوا في الموعد ان شاء الله. كلشي حاضر، ما كاينش شي ما بين هذا الماتش بنفس الحماس، زعما حنا حزنا على ديك المقابله اللي كانت قبل، وبغض النظر بمؤامره راك شنو نقول لك، زعما التحكيم لا التحكيم هذاك الشيء بان، حنا راضيين بداك الشيء اللي وقع وما غاديش نرجعوا اللور، وغادي نساندوا المنتخب ديالنا ان شاء الله، وغادي يمشيو لقدام ان شاء الله، وكنتمناو لهم يجيبوا لنا المركز الثالث. هذا مطلب شعبي ومطلب وطني ومطلب افريقي ومطلب عربي، ان شاء الله يكون الخير ان شاء الله. بنفس رايك مسار المنتخب هذا المونديال هذا رائع رائع، مليون البرتغال لعب مع قيل اهرام، ملي كتقول الفريق الاسباني هرم، الكرواتي هرم، ملي كتقول بلجيكا بدون تعليق، زعما مسار صعيب وصعيب وصعيب بزاف. هذاك الشيء اللي خلى العالم كله يصفق لينا ويوقف لينا ويطلعوا لنا الدرابو وطلعوا لنا الشان، الله يرضي عليهم. هذوك وليداتنا وليدات الركراكي حتى هما، وما نساوش حتى هو القجع حتى هو خدم، وجميع كلشي والراعي الاول محمد السادس الله ينصره ويحفظه لينا، سبحان الله. هذا الشيء راه من قديم وحنا خدامين عليه، وهذه النتيجه ديالو، الله يرضي على وليداتنا وان شاء الله يكون خير ان شاء الله باذن الله. والمقاهي غادي تجي تشوفوا بان غادي يكون عامرين. كلشي عامر، شكون لومبيونس كما كانت شحال هذه؟ ان شاء الله باذن الله غتكون لومبيونس، وغادي نحتفلوا وكما كانت النتيجه، كما كانت النتيجه. لحقاش الركراكي قال لك بان شي وحدين شي لعابه بغى يذوقهم للمونديال، وحنا معاه زعما حتى ديك الولادات اللي ما لعبوش بغيناهم حتى هما ياخذوا فرصه وتسجلوا في التاريخ ان شاء الله، ويكون على الموعد ان شاء الله باذن الله. ونتمناو ان شاء الله باذن الله انتصار، ولا ما جاش انتصار راه حنا وراهم، زعما هاد الاسود هادو تبارك الله خذوا اسود، راه اسود بحق ويستحقوا. وتحيه للجميع كاع الفاعلين الرياضيين وقدماء اللاعبين وكل شيء اللي ساندنا والجمهور اللي مشى من جميع انحاء العالم. حنا كنوجهوا ليه التحيه من هذا المنبر هذا، لا من الجماهير طاقم طبي طاقم تقني كل شيء كنوجهوا ليه التحيه. كنا وراء المنتخب حتى وصل هذا، نقول ما نقولوش انجاز، هو انما اعجاز الناس والصراحه. نعم ناخذوا الطريق ديال الشيء ونشوفوا. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. تبارك الله سيدي، حنا ان شاء الله كنتوقع ان شاء الله الرباح ان شاء الله بجد الله تعالى. الدرب ديالنا راه مزيانين وعجبونا، وحنا راه غنتبعوهم كما تبعناهم من النهار الاول كنا كنتفرجوا فيهم، راه حنا غنبقاو نتفرجوا فيهم حتى يساليو ونصفقوا لهم، على اساس يعني ماشي حيت راه بحال جنا الكاس، يعني ملي وصلنا هذا سميتو راه بحال جنا الكاس. والحمد لله نتمناو لهم ان شاء الله النجاح، وحنا راه كيما كنا معاهم من الماتشات الاولين غنبقاو معاهم حتى يساليو ان شاء الله. هذا الحماس غيكون ان شاء الله، حنا كيما قال لك السيد راه حنا ان شاء الله كلنا غادي نتجمعوا ونتفرجوا كاملين ونشجعوا ان شاء الله حتى يساليو. رابحين ان شاء الله، حنا نتمناو ان شاء الله وغادي يكون رابحين ان شاء الله بجد الله تعالى. الله يحفظك اسيدي. السلام عليكم. ان شاء الله اليوم غيكون رباح، لان يعني يستاهلوا الدراري رباح، مرضيين الوالدين
تنشكرهم بزاف، شهروا المغرب شهرات الرايه المغربيه، حبونا واخا ما تزناش في الكاس. المهم الكاس العالم هو عرب المغرب شكون هما المغاربه الحمد لله، ورا الناس خداو منا هما بغاو ياخذوا منا تجارب ديال التربيه، اللهم لك الحمد. واليوم راه غادي نتفرجوا عادي، تكراسينا تروازيام يا ديك ما تكراسينا تفاصو، حنا راه دخلنا في المربع الذهبي اللي عمرنا ما درناه في التاريخ لا في افريقيا لا، وحرم وشرفنا الوجه ديال الكره العربيه اللي كانت شويه اللي تيقولوا لنا حنايا العالم الثالث بدون عقليه، راه شتي كلشي الماتش مع فرنسا الحمد لله بدلناها بان راه حنا نقدروا نوصلوا معاهم في الفينال. وهذا ما نقولوا اليوم ان شاء الله يكون خير، يربحوا ان شاء الله الدراري يربحوا. اخر اللاعبين هو الفريق الرساله ديالنا الاخيره، اول اخلاقيا كنت مرضيه للوالدين، عطيتو نموذج للعالم كامل بالقيمه ديال الاسره وديال الام، عطيتو القيمه ديال الدين ديالكم، وكنتمنى في المسار يكمل ان شاء الله كمل وكنقول ديك المتدخلين المتطفلين يخليو الركراكي ويخليو القجع يخدم وحنا كلنا وراهم ان شاء الله. وشكرا الشعوب العربيه. هذا في